تعرفت على المدينة، مدينة الفقيه بن صالح، تعرفت على التطور اللي في يعني بعيدة عن المدن القريبة من العاصمة، من كازابلانكا والرباط. وانبهرت جدا بجمالها، انبهرت بالنهضة اللي فيها، النهضة العمرانية، كذلك المركب الثقافي. مساء الخير، حميد بن سعيد العامري من سلطنة عمان، كاتب ومخرج أفلام قصيرة، مشارك في مهرجان الفقيه بن صالح السينمائي الدولي الدورة الثالثة بفيلم رواية قصير بعنوان الدروج، وهو يتناول قصة اجتماعية ومواضيع اجتماعية إنسانية. أنا سعدت جدا لحضوري في هذا المهرجان وهذا الدورة. تعرفت على المدينة، مدينة الفقيه بن صالح، تعرفت على التطور اللي في يعني بعيدة عن المدن القريبة من العاصمة، من كازابلانكا والرباط. وانبهرت جدا بجمالها، انبهرت بالنهضة اللي فيها، النهضة العمرانية، كذلك المركب الثقافي يشكل جزئية مهمة جدا في الثقافة لدى أبناء المنطقة، وهذا ما يعطي حافز كبير للشباب والناشئين للاشتغال في الجانب الثقافي بكل جوانبه. أتمنى التوفيق لإدارة المهرجان وأن تكون الدورة موفقة والدورات القادمة إن شاء الله بشكل أفضل. بما أني رئيس الجمعية العمانية للسينما والمسرح في سلطنة عمان، فالسلطنة وأعضاء الجمعية مهتمين جدا بالجانب السينمائي في الروائي والوثائقي، ووصلت العديد من الأفلام الروائية والوثائقية إلى منصات التتويج في المهرجانات السينمائية، وطبعا الأفلام الوثائقية لها نصيب للأسف من هذه الجوائز. يدل ذلك على وجود حركة نشطة في سلطنة عمان، كذلك اكتشاف أو تقديم السلطنة بما تزخر من مكونات جغرافية وطبيعية من خلال هذه الأفلام وتقديمها إلى المشاهد العربي في المهرجانات، وهذا هو الأهداف اللي يشتغلوا فيها الشباب العماني. الحمد لله رب العالمين، الحركة السينمائية في عمان تخطو إلى خطوات أعلى دائما. الآن نحن عندنا مهرجانات سينمائية في المحافظات، وبدأنا من الشهر الماضي بمهرجان الداخلية، وإن شاء الله قادمين على مهرجان الظاهر السينمائي الدولي ومهرجان الباطن السينمائي الدولي ومهرجان ظفار السينمائي الدولي، مجموعة من المهرجانات اللي تنقل السينما من المدن أو من العاصمة إلى المحافظات، ويكون وتعطي حق للمشاهد والمواطن في أي بقعة من سلطنة عمان لمشاهدة الأفلام السينمائية. كسؤال أخير، ما الذي يميز السينما بالسلطنة عن منطقة الخليج؟ شكرا. يميز السلطنة في البداية أن كل المشتغلين هم أبناء السلطنة العمانية، كذلك يميزها بحداثة الأفكار اللي تقدم والمواضيع اللي هي غائبة عن الإعلام. يعني السلطنة تتميز بجغرافية متنوعة، تتميز بثقافة مختلفة، تزخر بطبيعة بحكم مساحتها الشاسعة ومناطقها المتنوعة، فهذه تعطي تنوع في الأعمال وفي الأفكار اللي يمكن يشتغلوا عليها السينمائيين العمانيين. السلام عليكم. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على الأزرار الثلاثة، إعجابه واشتراكه وتفعيل الجرس، تشجيعا لنا لنستمر في تقديم كل ما هو أفضل بإذن الله. وأهلا وسهلا بكم في قناة العين تي في.